بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي بناتي، عدت لكم دوما مع التمرين 11 باك 2014 سيونس، دوما مع الدرس الأول في الميكانيك اللي هو درس الكواكب والأقمار الصناعية. نقرأ التمرين على بركة الله. في مرجع جيومركزي نعتبره حركة الأقمار الاصطناعية دائرية حول الأرض، حول مركز الأرض التي نفرضها أنها كروية كرة متجانسة كتلتها M ونصف قطرها R. نقبل أن القمر الاصطناعي في مداره يخضع لقوة جذب الأرض F تيغ ساتيليت فقط. عرف المرجع الجيومركزي، اكتب العبارة الشعاعية للقوة، استنتج عبارة شعاع التسارع لحركة القمر الاصطناعي، ما طبيعة الحركة، الجدول يعطي خصائص حركة قمرين اصطناعيين، أحد القمرين جيو مستقر عينه مع التعليل، احسب تسارع الجاذبية جي عند نقطة من مدار القمر الاصطناعي ألفات واحد، ماذا تستنتج؟ بين اعتمادا على معطيات الجدول أن القانون الثالث لكيبلر محقق، استنتج قيمة تقريبية لكتلة الأرض، أعطانا جدول وأعطانا المقادير الثابتة في نهاية التمرين. إذا نبدأ نحل التمرين على بركة الله. أول سؤال يقول، أول سؤال إذا عرف المرجع الجيومركزي، إذا تعريف المرجع الجيومركزي، تعريف المرجع الجيومركزي إذا مرتبط بمعلم مبدأه مركز الأرض ومحاوره تتجه نحو ثلاث نجوم ثابتة موازية لمحاور المعلم الهيليو مركزي، يستعمل لدراسة حركة الأقمار حول الأرض. كي نقول حركة الأقمار ما معنى ذلك؟ معناها حركة القمر والأقمار الصناعية. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، العبارة الشعاعية للقوة. إذن هذا الأول ألف. السؤال باء، العبارة الشعاعية للقوة. باه ندير العبارة الشعاعية للقوة، لازمني نرسم شكل كالعادة. هذه الأرض، هذا الساتيليت، هذا المحور الناظمي، وهذا المماسي، وعندي قوة F تيغ ساتيليت. دونك لما يطلب ابني، عفوا، لما يطلب عبارة شعاعية، شعاعية، الشيء اللي لازمك تعرفوا انكم ما تحط الشعاع وحدة في الشكل، راك غلط. مادام عبارة شعاعية معناها اوبليغاتوار، وكرر، عبارة شعاعية هكذا معناها لازم في الشكل تاعك يكون شعاع وحدة. شعاع الوحدة هذا حط واش يناسبك، حرف الآن موالفين به، فنكتب F T ساتيليت G M M على R مربع. كتابة كيما هذه غلطة، لازمني نحط شعاع الوحدة، ما يقدرش يكون شعاع يساوي عدد. هذه العبارة الشعاعية. R زايد H معناها زيد نوسع، G M على R زايد H مربع،
في شعاع الوحدة. الار هذا هو نصف القطر زائد الارتفاع. السؤال اللي بعده عبارة شعاع التسارع لحركة القمر الاصطناعي. دونك جيم، السؤال جيم عبارة شعاع التسارع، هل مطلوب شعاع ام تسارع؟ عبارة شعاع التسارع. دونك لاحظوا معايا، عندي كي نجي ندير عبارة شعاع التسارع، المرجع جيو مركزي نعتبره غاليلي، الجملة قمر صناعي بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على جملة القمر، على جملة القمر. إذا واش نلاحظوا؟ نلاحظوا لما نطبق مجموع اف اكستيريور تساوي ام اجي بالشكل هذا، مجموع اف اكستيريور تساوي ام اجي. لاحظوا معايا جيدا، بدا القوة عندي قوة واحدة، اف تيغ ساتيليت تساوي ام اجي هكذا. لما نسقطو بالإسقاط هاي القوة على المحور المماسي، كي نسقط على المحور المماسي لاحظوا هاي القوة نسقط على المحور المماسي، ها هو القوة عمودية. دونك زيرو يعطيني ام ا تي، معناها التسارع الناظمي يساوي الصفر، ومادام التسارع الناظمي يساوي الصفر وحنا نعرفوا بلي ال ا تي هو دي في على دي تي، معناها السرعة تساوي ثابت هكذا. هذا محور مماسي، كي نروحو المحور الناظمي، ناظمي قوة موجودة على المحور نحافظ عليها ام ا ان، معناها ال ا ان تاعنا جاية امام ام ا ان، تروح الكتلة مع الكتلة. اذا ا ان هو جاية على ار مربع. واش نوصلو؟ مادام حنا في الدرس نعرفوا بلي التسارع هو محصلة الناظمي والمماسي، لاحظوا معايا جيدا، عندنا الأ شعاع التسارع هو تسارع مماسي زائد تسارع ناظمي. التسارع المماسي ما كانش قوة عمودية، معناها التسارع تاعنا هو تسارع مماسي ناظمي وهو جيان على ان مربع في ان، وحنا نعرفوا باللي الحركة الدائرية المنتظمة تسارعها هو تسارع ناظمي. نقول بما ان التسارع هو تسارع ناظمي اذا فالحركة دائرية منتظمة، الحركة الدائرية المنتظمة هي الحركة التي تسارعها الناظمي أو تسارعها يؤول إلى التسارع الناظمي، يؤول إلى التسارع الناظمي. السؤال الثاني يقول الجدول يعطي خصائص حركة قمرين اصطناعيين حول الأرض، أحد القمرين جيو مستقر عينه مع التعليل. إذا حنا واش نعرفوا؟ نعرفوا بلي القمر الجيو مستقر هو القمر
الذي يدور وفق خط استواء الأرض بجهة دوران الأرض وله نفس دور الأرض. إذن خصائص القمر الجيومستقر هي ثلاثة. خصائص القمر الجيومستقر ثلاثة: يدور وفق خط استواء الأرض، جهة دوران الأرض، وله نفس دور الأرض. إذا من ناحية الحسابات احنا نقدر نعرف الدور. فالسؤال يقول: الجدول يعطي قمرين أحدهما جيومستقر، أيهما؟ نروح نحول الدور المعطى إلى الساعات. دونك 2 ألف إيجاد دور القمر بوحدة الساعات. عندنا الأول تي ألسات، تي ألسات قداه عطانا الدورة تاعو؟ عطاهولنا 5964 سكوند. و تي أسترا عطاهولنا 86160 سكوند. نقسمو على 24 باه نلقاو الدور بالساعات. دونك 5964 قسمة 24 عفوا من بالساعات 3600 عفوا قسمة 3600 إذا 1.65. واش رايحة ندير؟ نقسم على 3600. إذا هذا 1.65 ساعة. دونك هذا باين ماهو جيو مستقر، إذا الآخر هو اللي جيو مستقر. 86160 قسمة 23.93 إذا 23.93 أه بالتقريب 24 أه. دونك أسترا هذا هو قمر جيو مستقر بين قوسين له نفس دور الأرض. السؤال اللي بعده السؤال ب: أحسب تسارع الجاذبية الأرضية عند نقطة من مدار القمر الاصطناعي. إذا السؤال 3 حساء أو ب وليس 3. السؤال ب حساب جي الجاذبية. إذا الجاذبية جي تاعنا ما ننساوش باللي عندها زوج قوانين كتذكرة فقط، ماشي شرط تكتبو هادو في الإجابة. عندنا هي تمثل التسارع الناظمي، لكن لما نشوفو مع المعطيات نلقاو باللي ما عندنا لا جي لا الآن. إذا طبقوا القانون الآخر اللي هو جي زيرو في ار مربع على ار مربع، فحين تبقوا هذا اذا جي هي جي زيرو ار مربع على ار زائد اش الكل مربع. تطبيق عددي 9.8 في نصف القطر تاع الارض هو 6380 كيلومتر على 6380 زائد اش، اش هو 0.70 ومطلوب أسترا 0.70 مربع بالشكل هذا. مطلوب نحسبو الجي تاع ألسات، معناها نهزو الارتفاع تاع ألسات. كتابة كيما هذه كاملة غلطة، لماذا ما راعيتش الوحدات؟ دونك في 10.3 الكل مربع، في 10.3 زائد في 10.6
اذا شحال تخرج لنا الجاذبيه حتى هنا شحال تخرج لنا 9.8 في 6380 في 10 اس 3 قسمه 6380 زائد في 10 اس 3 زائد 0.7 اس 3 اذا 7.95 بالتقريب 96 7.96 متر بار سكوند كاري او نيوتن على الكيلوغرام. نقدر نحطو لها الوحدتين تسارع او نيوتن على الكيلوغرام. السؤال يقول ماذا تستنتج؟ اذا شوفوا الجي زيرو وشوفوا هذه معناها يوجد تناسب عكسي بين الجاذبيه والارتفاع. الاستنتاج يوجد تناسب عكسي بين الجاذبية جي والارتفاع اش. ما معنى ذلك؟ معناها كلما ارتفعنا عن سطح الارض كلما نقصت الجاذبية. اذا الاستنتاج يوجد تناسب عكسي بين الجاذبية جي والارتفاع اش. ما معنى ذلك لكم؟ معناها كلما ارتفعنا عن سطح الأرض كلما نقصت جي الجاذبية جي تناسب عكسي. السؤال اللي بعده بين اعتمادا على معطيات الجدول أن قانون الثالث لكيبلر محقق. إذن نبين أن القانون الثالث لكيبلر محقق. ما قاليش اذكري النص تاعو إذا ما نكتبوش. القانون الثالث لكيبلر واش يقول؟ يقول باللي مربع الدور يتناسب مع مكعب البعد. السؤال جيم معناها في مربع على ار مكعب يساوي ثابت. دونك نروح نحسبو بارابور الالسات ونزيد نحسب بارابور الاسترا. الالسات تي مربع على ار مكعب التي هو 5964 مربع على الاخ 6380 في 10 اس 3 زائد 0.7 في 10 اس 6 الكل مكعب. هذا الالسر. نفس الشيء نديرو الاسترا. دونك تي مربع على اخ مكعب 86160 مربع على 6380 في 10 أس 3 زائد البعد 35.65 في 10 أس 6 الكل مكعب. إذا نحسب بالنسبة للقمرين شحال حين نوجدو؟ دونك 5964 مربع قسمة 6380. دونك أكيد التحويلات موجودة.
زائد 35.65 في 10^6 الكل مكعب. إذا 74 في 10^16 النتيجة ما عجبتنيش، نعاود نحسب الأخرى نتأكد من هذه 6310^3. إذا النتيجة ما عجبتنيش لأنها خاطئة. إذا النتيجة خاطئة، 1.00 في 10^13، 1.00 في 10^13. نكمل العملية الأخرى، إذن ٦٨٠٦٠. إذن 9998 في 10^14، هذه 1 في 10^13. إذن محقق، قانون كيبلر الثالث محقق، قانون كيبلر الثالث محقق. السؤال اللي بعده يقول، السؤال اللي بعده استنتج قيمة تقريبية لكتلة الأرض. إذن قيمة تقريبية لكتلة الأرض، معناها لازمنا أولا نلقاو القانون الثالث لكيبلر بالعبارة تاع الثوابت باه نقدروا نلقاو كتلة الأرض. فعندنا بالشكل هذا، إذن كتلة الأرض، كتلة الأرض كتلة الأرض عندنا وصلنا باللي لقينا عبارة التسارع. إذن وجدنا أن هو جيم على ار مربع، وعندنا أن هو في مربع على ار، دونك جيم على ار مربع هي في مربع على ار، تروح لنا المربع مع الار تبقى لنا في مربع هي جيم على ار بالشكل هذا. وصلنا كذلك باللي عندنا تي هو 2 بي ار على في، دونك تي هي 2 بي ار على في، دونك نربعوها تي مربع ربع بي مربع ار مربع على في مربع، نجيبو الفي مربع هذا نحطوه هنا، رايحين نجد تي مربع هو 4 بي مربع ار مربع على جيم على ار، نضربو في المقلوب 4 بي مربع ار مكعب على جيم، كيما العادة نقسمو على ار مكعب، الار مكعب هذا نهبطو، نلقاو باللي تي مربع على ار مكعب هو 4 بي مربع على جيم، المطلوب كتلة الأرض، وحنا لقينا النسبة هذه 1 في 10^13. إذا نحسبوا كتلة الأرض مباشرة، كتلة الأرض كالعادة الكتلة تطلع والعدد يهبط، معناها 4 بي مربع على جي في 1 في 10^13 تساوي كتلة الأرض، دونك 4 بي مربع
على 66 في 10 أس ناقص 11 في 10 أس ناقص 13. هذه هي الكتلة تاع الأرض. دونك نحسبوا النتيجة تاعنا. راحين نوجدوا 4 بي مربع قسمة 667 في 10 أس ناقص 11 في 10 أس ناقص 13 95 في 10 أس 24. وهذه هي الكتلة التقريبية لكتلة الأرض. وهكذا نكون قد انتهينا من التمرين رقم 11 في سلسلة الكواكب والأقمار الصناعية اللي هو باك 2014 مات سيونس عفوا. في انتظار بقية التمارين تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير. لا تنسوا المشاركة في القناة وذلك فضلا وليس أمرا، الضغط على زر الجرس ومشاركة الفيديوهات مع زملائكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.